هنالك بعض الفقرات التي لا زال المواطن العراقي يراها غير ملبية لحاجاته ومطالبه، رغم أن القانون هنالك فيه كثير من المسائل أو الفقرات الجيدة التي عالجت ما كان موجودا في القانون السابق. منها مثلا تم وضع معدل زمني أو حد سقف زمني لقبول المرشح وهو 25 عام، وهذا يعطي فرصة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن. نحن المتظاهرين ممثلي الشعب إن شاء الله لا نثق بالحكومة ولا نثق بإصلاحاتهم طالما موجودين. هذه الزمرة الفاسدة، هو فاسد أكيد، ما ينتج عنه فاسد، لذلك إحنا لا نثق بهذه الحزمة مال الإصلاحات. ونأخذ على سبيل المثال قانون الانتخاب، حسب ما نشر في الإعلام 50% على قانون سانت لياغو و 50% على الانتخابات اللي هو قرروها على أساس أعلى الأصوات، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. قرروا البارحة مال حزمة إصلاحات، إحنا لا حزمة إصلاحات ولا نقول لهم كل شيء، نريد استقالتهم، يعني لا يجتمعون ولا يسووا حزمة إصلاحات البارحة قرر لي إياها، نريد استقالتهم كلهم.